ده مين يلاقي في الحياة نجاة ما يمسكش فيه؟ يا زمان مليان بجرح وغار وتلغلب ضايع ليه؟ وده مين يلاقي في الحياة نجاة ما يمسكش فيه؟ يا زمان مليان بجرح وغار رزق الغلب ضايع ليه؟ جت ما بين الناس دي هتروح فين؟ وسط الديابة واللي مش حاسين. هي الحياة تتعاش واحنا اللي مش عايشين، ده في عزة الناس بنلاقي ناس ظالمين. هي الحياة تتعاش واحنا اللي مش عايشين، مش عايشين. طب ليه بقينا كده عايشين ومش عايشين؟ الشر تاه والقناصيب الشقيانين، وهو كله جاي يرمي بلاه عالغلابة الطيبين. ده الحق وسط الشر تاه والقناصيب الشقيانين، وهو كله جاي يرمي بلاه عالغلابة الطيبين. نجت ما بين الناس هتروح فين؟ وسط الديابة واللي مش حاسين. هي الحياة تتعاش واحنا اللي مش عايشين، مش عايشين. ده بسبب الناس هنلاقي ناس ظالمين. هي الحياة تتعاش واحنا اللي مش عايشين، مش عايشين. ايه رايك في الهدية دي؟ حلوة قوي. ويا ترى القلب ده جوه ايه؟ هو صورتي وصورتك يا حبيبتي. افتحه؟ لا 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 لا، اوعى تفتحيه. طول ما انا عايش خلي اللي في القلب في القلب يا حبيبتي. مع ان كلامك غريب قوي، لكن زي ما تحب يا فكار. بس من غير حاجه جوه فكر. انت حبيبي ودنيتي وقلبي وكل اللي ليا في الدنيا. صباح الخير يا هاني. عموما معاناتك دي مش هتستمر كتير، لان للاسف صدرت لي الاوامر ان اخلص مهمتي هنا وارجع. يا دوبك هخلص شويه حاجات واسلم كل شغلي للي استلم بعد مني، هسافر. طبعا هاخدك معايا، ولا تحب اخلص منك هنا؟ عموما هنفكر ونشوف. باي باي يا حلوه. شفتي الحكايه قربت؟ هتعملي ايه؟ انا بفكر يا سعديه، انا مش عايزه اتسرع واغلط زي المره اللي فاتت. احنا نصبر لحد ما يخلص علينا. ان شاء الله ربنا هيفرجها، اكيد اكيد ربنا مش هيتخلى عننا. Thank you.
زباله. لا عندك بره. ما احنا خلي الزباله بره. في زباله جوه؟ لا. طب الشراك؟ انا اول مره اشوفك هنا. ما احنا شركه جديده جت هنا تلم زباله العمارة. اه مش انت شغاله؟ ما تقول الست هات الشراك. طيب استنى. الواد ده شكله مريب جدا. تلاقيه جاسوس من جواسيس الدكتور. بعده يشقر علينا. بجد انا ما بقتش فاهم اي حاجه خالص. انا بصراحه بقى لما فكرت بعقلي وهدوء لقيت ان انا غلطانه في حقك وضغطت عليك جامد عشان تسيب ندى. وجاي تقولي الكلام ده دلوقتي بعد ما بقتش افكر في ندى وبقيت افكر في ساره؟ انا ما بقتش افكر في ساره، انا قلت لها عايز ارتبط بيكي. يا حبيبي انا قلت لحاجة انا بتعقد الامور، بعدين بصراحه انت كنتش بتحب ساره. ده كان مجرد تعويض بس لغايه لما سبت ندى. بصراحه انا حاسه البت دي بتفرض نفسها عليك. وهي ذنبها ايه؟ دي كانت حطير من الفرح لما صرحتها وقلت لها عايز ارتبط بيكي، وحكت لاهلها كل حاجه، وكلمتني قالت لي ان هي جايه كمان شويه. امير يا حبيبي انا برضه ست بفهم في الامور دي كويس قوي وليا نظره. ساره دي مش سهله، دي فضلت مستنيه مستنيه لغايه انت وندى ما بعدتوا عن بعض وما صدقت عشان تقرب منك وتكسبك. وفين نظرتك دي؟ دلوقتي بقت ندى هي اللي حلوه وساره هي اللي بقت كوخه، صح؟ انا عايز افهم ايه سبب التغيير المفاجئ ده. يا حبيبي انا كنت مشغوله ومش عارفه اركز، بس بصراحه لما ركزت اكتشفت ان انا كنت ظالمه ندى قوي. يا سلام، المفروض ان انا اصدق، صح؟ يا حبيبي مش مهم ان ندى تكون من عيله بسيطه، المهم انها تكون من اصل طيب. يا ماما برضه انا مصره اعرف ايه سبب التغيير المفاجئ ده. بص يا امير، رغم ان ساره من عيله هاي لكن بصراحه من هنا مش حلو، مش نظيف من جوه، وبصراحه بقى انا خايف عليك منها. اهو الجرس بيضرب ودي اكيد ساره. اطلع انت اوضتك وفكر في الكلام اللي انا قلته لك، وحاول تتصل بندى عشان خاطر تصلح علاقتك معاها. اتصل بندى وساره؟ مالكش دعوه بساره، انا هتصرف معاها. يلا صباح الخير يا طالب. ازيك يا سارة؟ ندى معقول تكون ماما اقتنعت بيها بعد كل ده؟ وليه لا؟ احتمال تكون حست ان انا صح، وعلى رأيها سارة طلعت مش سهلة. وانا يا رب اكلمها اقول لها ايه بس. الو يا ندى، لو سمحت يا ندى ما تقفليش السكه، كل اللي انا عايزه منك بس فرصه عشان تسمعيني. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا كل اللي انا عملته ده كان بتشجيع من حضرتك، ولا نسيتي يا طنط؟ احنا اتسرعنا، وبصراحه يعني مش عايزه اجني عليكي ولا اجني على ابني. لو سبتكوا ترتبطوا ببعض وهو بيحب واحده تانية. بعد ايه جاي تقولي الكلام ده؟ بعد ما خلاص قدرت اكسب قلب امير؟ بعد ما صارحني بحبه؟ ولا بعد ما خدت مكان ندى في قلبه؟ انا بجد مستغربه من اللي بسمعه ده. انا عايزه مصلحتكم. خلاص ممكن حضرتك تدينا فرصه نكمل مع بعض، وانا وعدك انك مش هتندمي ابدا، وان امير معايا هيبقى اسعد انسان في الدنيا. ما اظنش. لا بقى، انا مش قادره اصدق اللي انا بسمعه ده. اكيد في حاجه حصلت خليتك تتغيري بالشكل ده من ناحيتي. ما تنسيش نفسك واوعي تعلي صوتك. يا طنط انا خلاص قلت لبابا وحددت ميعاد معاه. اعتذري له بالنيابه عني. ببساطه كده؟ طب وليه نعقد الامور؟ اوكي يا طنط زي ما تحبي، بس بقى يكون في علمك انا مش هسيب امير لندى، مش هسيبه،
واكيد هيجي اليوم اللي اعرف فيه سبب التغيير المفاجئ ده. مع السلامة يا سارة. انا ماشية، بس مسيري يوم هكشفك قدام ابنك واعرفه قد ايه انت كنت بتلعبي بيه وبمشاعره زي الكورة. انا قلت مع السلامة. يكون في علمك انا خلاص ما بقتش عايزة امير، بس امير مش هيكون ليا ولا هيكون لغيري، وبكرة تشوفي. سلام يا طن. تصوري يا سمية، امير كلمني وقال لي ان مامته موافقة عليا خلاص ومرحبة قوي بارتباطنا. وايه، مامته فجأة فاقت كده لقيت روحها موافقة؟ لا اكيد عمي هو وعدني ان هو يا حبيبة قلبي. عمك اتوسطك عند سامير وامه عشان يوافق عليا؟ طبعا، مش بشتغل في المكتب وده كلها طينة. عنده حق يا حبيبتي. مش كده امال يا نجاة. اسكتي، انا خلاص حطيت ايديا العشرة في الشق منها ومن اخوها. طبعا، ما هي الام تكبر وتعلم وتربي وفي الاخر اللي في دماغكم تعملوه والام تتلغي من حياتكم في البيت. ايه يا ام زعايل؟ ايه الهانم اشترت رضا العريس وامه بفلوس عرفه، وانت عارف عرفه جايب الفلوس منين؟ انا مش فاهم انت ليه دايما بتكبري المواضيع وتديها اكبر من حجمها. اكبرها ايه واصغرها ايه؟ كبرت عيلتك انت كمان، انت بدل ما تنصف امك بتشتكي لمين يا طنط نجاه؟ ده باسم بيه رايح يستلم شغله الجديد النهارده. يا حبيبي فعلا يا بنتي عندك حق، اشتكي لمين؟ اشتكي الرب سبحانه وتعالى، ماليش غيره. خلاص يا عيال بقى لك حق يا حبيبي. يا سلام على الحته اللي الحبل اللي انت لابسها ما شاء الله. روح لعمك يا حبيبي. ما خلاص العيله عيله يا حبيبي، ما فلوس عمهم خلاص لحست دماغهم وجننت. ما تزعليش مني يا نجات، انت ريقك نشف لكن مفيش فايده. سيبيهم يروحوا لجنه عمهم لحد ما الايام تخليهم يلفوا ويرجعوا عارفين قيمتك. عندك حق، هسيبهم. يلا يا ابني، يلا حبيبي ما تعطلش نفسك على شغلك بقى. يلا بس ما تنساش تاخد العربيه اللي جابها لك عمك. بس بقول لك ايه، حظ الله من اي قرش تلمسه من عمك يخش هنا البيت. سامعني؟ انت تنسى امكوا دي خالص. يما انا كل ده كمان، ولما يبقى شنطتك انت لسه تقول لي يما. انا مش عايز اسمع صوتك خالص، لا انت ولا اللي ما تسمى دي. وتفضلي يا ندى هانم، يلا حبيبتي روح اتجوزي حبيبي القلب. يلا عشان تاخدي رضا الام يا حبيبتي وتعوضك على حنان امك. يلا بس اعملي حسابك، اوعى حد منهم يعدي من ناحيه البيت هنا. سامعاني ولا لا؟ يعني ايه؟ يعني يا حبيبتي عايزين ناس بعرفه بيه وفلوس يروحوا له هناك، وانتوا بقى روحوا لفوا لفتكم كده لغايه لما تتعبوا من كتر اللف وتنزلوا على بص، وساعتها ترجعوا لي ودمعتكم دي على خدكم. لما تروح العرفه بيه ويكلمكوا عني ويحب يكسب رضايا عن طريقكم بلغوني انا مع طنط نجاة ومصدقاها وهفضل معاها للاخر. وانتوا واقفين كده ليه؟ ما اتفضلوا روحوا لخاتم سليمان اللي بيحقق لكم كل احلامكم. ممكن تخليكي مع ماما وما تسيبيهاش لوحدها؟ يا سلام، خايفين عليها قوي. ده الحاجه الوحيده اللي ممكن تكسر نجاة هو انتوا، وهو ده بقى اللي عاوزه عمكم. ازيك يا بابا؟ في ايه يا بابا؟ كل يوم اعدي وارمي عليك السلام ما تردش عليا. طب خد يا بابا، خد القرشين دول خليهم معاك. وانا من امتى باخد منك فلوس؟ ولا لما كنت صايع خدت منك، ولا لما ربنا هداك وفتح عليك خدت منك، ولا وانا دلوقتي محتار في امرك ومش عارف انت ايه هاخد منك. انا عبد ابو العزم يا بابا، عبد ابو العزم اللي المنطقه كلها رجعت تعمل له 1000 حساب. اللي رجعوا يعملوا لك 1000 حساب ناس بيخافوا ما بيختشوش. اتفضل امشي من قدامي ورينا عرض كتافك. ايوه يا كريمه هانم،
لا سعادتك تنوري في اي وقت. حاضر، هحدد الميعاد ان شاء الله قريب. في شقة ندى؟ عموما انا هشوف الموضوع ده وهحدد الميعاد في المكان والزمان المناسب. ان شاء الله يا فندم. مع الف سلامة. مع السلامة. ايوه نشوى، باسم بيه وصل؟ في مكتبه من بدري؟ طيب ماشي. بسوم حبيبي. اهلا، ازيك يا عم؟ ولا هنا في الشركه اقول عرفه بيه؟ لا يا حبيبي، انت تقول زي ما يعجبك. بعدين ايه يا بسم؟ جيت بدري يعني وقربنا نمشي اهو، ما جيتش تطمن عليا. والله بحاول الم وافهم شغل الشركه عشان بس ما يقولوش ان اخوك مدير منظر كده. برافو عليك يا بسم، برافو. انا عايزك تملى مركزك. والله بحاول بكل جهد يا عم. طب بقول لك ايه، في جماعه عايزين يطلبوا ايد ندى وعايزين يقابلوكوا. مش امير ووالدته؟ طب ما انت عارف اهو. شوف كده اي ميعاد قريب، ها؟ خليهم يجربوا عشان يتكلموا معاكم. ما هو مش هينفع عشان امي مش موافقه. هي بس انا شايف ندى متمسكه بالولد. امك دي يا اخي دماغها ناشفه قوي. على العموم انا هشوف ندى واحاول اتصرف في الحكايه دي. الله، ده ايه يا دكتور؟ انت ماشي ولا ايه؟ لا لا لا، انا هروح مشوار وبعدين اروح. ابقى قافل انت بقى على مهلك. ماشي يا دكتور، مع الف سلامه. خد بالك من نفسك. ها؟ خد بالك من نفسك. كده أنا تقريبا مستعد، بس معقول هقدر أقف تاني قدام الأولاد وأشرح لهم؟ أكيد هقدر، أيوه هقدر، بس مش لازم أي حد ياخد خبر بالمكان ده أبدا. أنا لازم أنبه على سماح ما تقولش لأي حد. أنا مش عارفة أنت ليه مش في المود اليومين دول يا عرفة. طب اسمع اسمع بس، انا لازم اشوفك عشان اروق لك مزاجك وخرجك من المود الوحش ده خالص. انا مستعد، انا مستعد وجاهز للواجهه. بص بص اسمع، هكلمك تاني. ها، سلام سلام. اسمعيني. ايه الهوسه دي؟ في ايه يا شاكر؟ انا مستعد، بقول لك انا مستعد وحاسس اني برجع تاني. والله الحمد لله على السلامه. اسمع، بقول لك اوعى حد يعرف انا بعمل ايه او بستعد لايه، ده سر. حاضر يا اخوي حاضر، مع ان انا نفسي مش فاهمه حاجه ولا عارفه اي حاجه، لكن طالما ده سر اطمن، سرك في بير. ايوه
لحد ما افاجئهم. ايوه افاجئهم وفي الوقت المناسب. اعملي شاي لاخوك يا سماح. السلام عليكم يا ست نجات. سلام ورحمة الله وبركاته. خير يا ضيف؟ أنا لما سمعت إن عبده ساب الشغل معاكي قلت أجيب لك حد مكانه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. آه ده إيه، قريبك ولا إيه؟ لا معرفة، بس واد مجدع 100% وعايز ياكل عيش. طب وماله؟ هو لو كويس وعايز ياكل عيش ناكله بسكويت كمان. اسمك إيه يا؟ خدامك مصطفى يا ست هانم، بس الكل بقى دايما يقولوا لي يا درش. حصل لنا الشر. وناوي تشتغل بقى وتاكل عيش ولا هتدلع وتوجع لي قلبي؟ لا يا ست نجات، لا، ضيف ما يصدرش لحد الا لما يكون مالي ايده. حلو الكلام؟ حلو الكلام. جربيني يا ست هانم، انا من ايدك دي لايدك دي والميه تكدب الغطاس. خلاص، انت بكره الصبح تيجي تستلم الشغل هنا في المشت، وعلى راي كلامك الميه تكدب الغطاس. ان شاء الله يا ست هانم، ان شاء الله هتكوني مبسوطه ومرتاحه معايا قوي. وانا بقى هتدعي لي اجدع دعاء. خلاص ماشي، لما تشوف بقى. ربنا يخليكي لينا يا ست نجات ويطول لنا في عمرك يا رب. اطمني، درش ده برقبتي. حلو الكلام؟ حلو يا عم ضيف. ماشي يا درش. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. يا رب يوفقنا معاه ما يطلعش زي اللي ما يسمى مخفي اسمه عبده. كل المعلومات اللي عرفها وكل اللي حصل لي. عايزاكي الصبح اول الدكتور ما ينزل تروحي تخبطي على اي حد من الجيران. ليه؟ عشان تديله الجواب ده يرميه في اقرب بوسطه وتقولي لهم ان انا تعبانه وان انت مش قادره تسيبيني لوحدي. انت تبعتي الجواب ده للبوليس؟ لا طبعا، عشان ما يلفتش النظر. امال لمين؟ واحد قريبي عايش في اسكندريه، ان شاء الله لما يقراه هيقدر يتصرف. انت متاكده ولا يطلع زي شوقي؟ باذن الله يوصل ويجيب نتيجه، ده اخر امل لينا يا سعديه. ربنا يسهل. بصي انا هخلي الجواب معايا والصبح اول ما يخرج تاخديه مني. بس ايه الرضا ده كله على اولاد اخوك يا عرفة؟ شغل ابن اخويا معايا يعني يضايقكم ولا حاجه؟ لا ابدا، بس المهم ان اللي بينا ما حدش يعرفه ابدا ولا حتى اقرب الناس ليك. طبعا ده مفهوم. وهو باسم بقى هو المدير العام، يعني لو في اي حاجه اتعرفت لا قدر الله هو يشيل عنك. ايه؟ انا عمري ما فكرت في كده. يا راجل انا بعذر معاك، وبعدين صعب قوي ان حاجه تتعرف. انا شغلت باسم معايا عشان عايزه يبقى جنبي. وهو بقى جنبك وقت اللزوم يشيل عنك. بقول لك ايه يا عرفه، يلا بينا عشان عندنا شغل كتير النهارده لازم نعاينه بنفسينا. يلا بينا. ادخل. ده ايه الزيارة السعيدة دي يا باشا؟ ازيك يا اشرف؟ الحمد لله، ألف سلام عليك يا باشا. شوية برد كده. طب أقول لسعادتك بقى سيادة العقيد مصطفى ولا أقول درش ولا أقول إيه؟ أنا مش عارف. لا خليها درش. ما شفتش الواد ضيف وهو بيقدم لي الهانم؟
مسكني من قفايا من هنا ولا اضمنه برقبتي، اضمنه برقبتي يا ست الكل. بس باين عليها تبقى شغلانه حلوه شغلانه المشط دي. يا سعاده الباشا اكيد ارحم من شغلانه الزبال. سعادتك انا ظهري ورم من شيل القفه. لا بقول لك ايه، اجمد شويه، انت من بكره هتشيل القفه تاني. في جديد يا باشا؟ اسمع بنفسك. انا كتبت في الجواب ده كل المعلومات اللي اعرفها وكل اللي حصل لي. عايزك الصبح اول الدكتور ما ينزل تروحي تخبطي على اي حد من الجيران. ليه؟ عشان تديله الجواب ده يرميه في اقرب بوسطه وتقولي لهم ان انا تعبانه وان انت مش قادره تسيبيني لوحدي. انت تبعت الجواب ده للبوليس؟ لا طبعا عشان ما يلفتش النظر. امال لمين؟ واحد قريبي عايش في اسكندريه، ان شاء الله لما يقراه هيقدر يتصرف. انت متاكده ولا يطلع زي شوقي؟ باذن الله يوصل. هاي يا باشا رجاء دي طلعت سد ذكيه قوي يا اشرف، قدرت تجامد سعديه وتكسبها في صفها. اعتقد كده يا باشا هي مش محتاجه تبعت الجواب. سعديه اللي احنا كنا خايفين منها خلاص بقت تبعنا دلوقتي، تقدر تروح بنفسك وتستلم الجواب. يا باشا الجواب ده اكيد فيه معلومات مهمه جدا هتفيدنا قوي. اكيد يا اشرف، بس انا مش عايزك تتسرع، عايزك تلم كل الخيوط في ايدك الاول وبعد كده نضرب ضربتنا. انا بنفذ المطلوب منك. اه بس انا عايز اعصابك تبقى اكمل من كده. انا تعبان، اطلع اوضه ارتاح. ترتاح ايه؟ الله الله الله، انت نسيت معادك مع سالي ولا ايه؟ سالي حتى دي عرفتها؟ اطلع راجل غير هدومك كده وروح اسهر وفرفش واتبسط. يلا غير المود، اشوفك بخير يا حبيبي. تشاو. يلا حاضر. ادينا اهو يا ريري عملت اللي انت قلتي لي عليه، سبتهم لعمهم. يلا ربنا يهني سعيد بسعيده. انا عارفه اللي انت بتقوليه ده من ورا قلبي، لكن هنعمل ايه؟ ما باليد حيله، ولادك اللي معروض عليهم كتير وممكن يغري اي حد. انت فعلا عندك حق، وقلبي مش متوقعني ان انا اسيبهم يعملوا كده، ولو دخلت جوه قلبي هتلاقيه بينزف دم. بس هعمل ايه؟ واللي ما تعرفوش بقى ان ولادي ابيض يا ورد، طول عمري بحوط عليهم يعني زي القطط المغمضه. بس هعمل ايه؟ المضطر يركب الصعب. انا عايزه افهم بس، انت في ايدك ايه تعملي؟ لا ايه اللي في ايدي ايه؟ ده اللي ما عملتوش طول عمري هعمله دلوقتي. ناويه تعملي ايه؟ افهم. بكره تشوفي انا هعمل ايه. بكره تشوفي. ايوه يا سالي، انت وصلت خلاص؟ لا انا لابس وجاي، هجيلك مسافه السكه. يلا مع السلامه. you
راضي؟ راضي انت عارف اللي حصل صح؟ وعارف انا كمان كنت ناوي على ايه؟ ما ينفعش، مش هينفع يا راضي. انا كمان حاولت اعمل اللي انت عاوز تعمله وتفكر فيه لكن ما قدرتش. راضي صدقني يا حبيبي، عموما انا حاولت اعوض ولادك بس بطريقه تانيه. صدقني يا راضي، والله تصدقني، نادى بنتك انا هجوزها للولد اللي بتحبه، وباسم خلاص انا عينته في الشركه عندي بقى مدير عام، وهجوزه سميه بنتي ان شاء الله، ونجات اللي هي عايزاه، اللي هي عايزاه كله انا هعمله لها. مش مصدقني؟ ارجوك ارجوك يا راضي عشان خاطر تصدقني. انا بحاول اعوضهم باي طريقه. انا مش ممكن اذي ولادي، مستحيل يا راضي، مستحيل هاذيهم. راضي 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 راضي، انت رحت فين يا راضي؟ ارجوك يا راضي، دول اخوك ولادك، دول في عينيا الاثنين اللي هم عايزينه اعمله لهم، اللي بيحلموا بيه هحققه. صدقني يا راضي، صدقني يا حبيبي. راضي 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 راضي. راضي ولادك هم ولادي. صدقني يا حبيبي، انا عايز لهم الخير، عايز لهم الخير يا راضي. انا ما استحليتش دمك يا حبيبي، انا مش ممكن اذيهم. راضي راضي راضي. ايه عرفه بيه؟ انت بتكلم مين؟ اهدى كده وفهمنا ايه اللي حصل. اتفضل روح انت على شغلك، يلا ما حصلش حاجه. اهدى خالص وفهمني ايه اللي حصل. هو برضه عنده حق، اكيد وجودهم جنبي هيأذيهم. ايوه اكيد هيأذيهم. انا مش فاهم ولا عمر حد هيفهمك حاجه، محدش هيفهم حاجه. الليله اللي بينزل فيها تحت بيتوتر جدا، غريبة، مع إن كل التقارير بتقول إن قلبه ميت. إيه التأخير ده كله يا عارف؟ مالك فيه؟ عاملة إيه مع شركة؟ هو بدأت آخد على المناخوليا بتاعته بالعافية. لسه عامل نفسه مش مصدق إنك سمعت؟ آه. بس بتسأل ليه؟ بس كويس انه سايبك تعيشي معاه من غير ما يضايقك. في ايه يا عارف؟ سالي انت محظوظة. ليه بقى ان شاء الله؟ يعني تقدري تعيشي سالي هانم زي ما انت كده، او المطربة سالي، في نفس الوقت ممكن تعيشي وانت سامعه. هو شاكر عداك ولا ايه؟ ايه التخريف ده يا عارف؟ انا بقى للاسف ما عنديش اي اختيار تاني. يا اما افضل عارفه بيه، يا اما ايه؟ يا اما الله يرحمني. بعد الشر ما تقولش كده يا عارف، بس ما حدش يكره انه يبقى بيه يعني. ده اللي كنت بقوله لنفسي زمان، بس لما بقيت بيه بطريقتهم بقيت تعبان، مش قادر ارتاح. نفسي افهمك واعرف اللي فيك عشان اريحك يا عارف. سالي، لو جات لك فرصه انك تبقي سماح اوعى تضيعيها. لو بقيت سماح يا عرفة هبعد عنك. في حالتي دي يا سالي، البعد عن غنيمة، بعدك عني هيبقى مكسب كبير. ها، عارف هتعمل ايه يا مصطفى؟ طبعا يا ست الكل، دي سهلة قوي. خلاص، عموما راحة مشوار وهسيبك تكمل الشغل لوحدك، وهرجع بقى اشوف
إذا كان الشغلة سهلة ولا بتقول كده عشان تشتغل وترضيني؟ اتكل على الله وشوفي مصالحك أنت يا ست الكل، وهترجع إن شاء الله تلاقي كل حاجة فل الفل. خلاص على كل، كمان أنا مش هتأخر. مع السلامة ست الكل. الله يسلمك. هترجع تلاقيني مبوظ الدنيا وهتطردني من الشغل، والمهمة كلها ممكن تبوظ. ربنا يستر. كده يا ندى، كنت عليك الفترة دي كلها؟ مين فينا اللي هنا عالتاني؟ طيب سيبك من مين فينا اللي هنا عالتاني، المهم ان احنا رجعنا لبعض. تعالي نفتح صفحة جديدة وننسى اللي فات. يا ريت، لانها كانت فترة صعبة عليا قوي. بيني وبينك الفترة دي كانت صعبة عليا وانا كمان. طب ما تيجي بالمناسبة الحلوة دي نروح انا وانتي نقعد في المكان بتاعنا. لا مش هينفع، لان انا اصلا نازلة من وراهم ولازم ارجع على طول. طب اجيب امي امتى ونيجي نزوركم؟ طب استنى هكلم عمي واقول لك. طب معاكي رصيد تكلميه ولا؟ احيانا. ماشي. الو اي عمو، انا كويسة تمام. بقول لحضرتك امير ومامته كانوا عايزين يجوا يقابلونا. ايه عند البيت انا؟ لا خالص، ما عنديش اي مانع طبعا، بس انت عارفة والدتك دماغها ناشفة وتقلب الدنيا. طب ما تزعليش يا روحك، ما تزعليش، خلاص انا في انتظارك انت وباسم وامير ووالدته. يا حبيبتي انا ما اقدرش ارفض لك طلب. ميرسي قوي يا عمو، ربنا يخليك ليا. باي باي. ميرسي قوي يا عمو، ربنا يخليك ليا و تمام. ها طبعا. ومعادنا في فيلا عرفه بيه عمي. معادنا في فيلا عرفه بيه عمي، ما ينفعش تقولي عمو عرفه على طول، لازم فيلا عرفه بيه عمي ولا ايه؟ من بعد ما عندكم. سعدية عرفتي هتعملي ايه؟ ايوه. طب يلا خدي ماشي. روحي بسرعة. استني، هاتي الجواب افتحي انتي. صباح الخير يا شباب. كان ايه يا جدع انت؟ انت ما وراكش غيرنا، انت هتقعد كل يوم تنط لنا. اسكتي خالص. اسكتي. مفيش يا مدام ربا، مش محتاجه تبعتي سعدية بالجواب، انا اللي اخده منك. انت مين؟ انا اشرف الليل من بحث العام. طمني اديني الجواب بسرعه، اللي لازم امشي من هنا. واحنا هتسيبونا وابني سامر؟ اطمني، كل ده هتخلص منه في اقرب فرصه، المهم الدكتور ما يحسش باي حاجه. اتفقنا؟ اتفقنا. وانت يا سعدية لو ساعدتيني هساعدك في قضيتك. حاضر يا باشا. انتي مصدقة اللي حصل ده؟ مش قلتلك ربنا عمره ما هيتخلى عننا ابدا ابدا. صعبا عليا حال الدنيا والبشر، الناس قلوبها قدرت وقوت اكتر من الحجر. صعبا عليا حال الدنيا والبشر، دي الناس قلوبها قدرت وقوت اكتر من الحجر. وكأن ضميرنا مات وملزوم بالسكات، احساسنا بقاله حزاز
كبير فيه المحتاج عليه.